انتظارونا كانوش يعرفونا. صحيح كانوا يعرفونا، يعرفونا من خلال منتخبنا اللي تألق في جنوب افريقيا، ويعرفوا كذلك الترجي اللي هو بطل افريقيا، والكلهم كانوا يتمناوا باش يمتعوا الجمهور ويعطيوا فكره باهيه على جمعيه روما. Speriamo che sia una buona partita, si diverte il pubblico, quella è la cosa più importante. Ho visto la finale d'Africa, ci sono 7 nazionali, per cui sarà, è una buona squadra. Però la nazionale l'abbiamo visto, praticamente tutta, Coppa d'Africa. Sì, un po' conosciamo le squadre. La squadra tunisina è stata finalista? Sì, sì, è stata un buona squadra, una squadra che ha fatto molto bene. Speriamo di fare una bella partita, di divertirci sia noi che la squadra tunisina. Noi siamo venuti qua tranquilli, senza voler fare niente di speciale. L'importante è che sia... che si divertano il pubblico tunisino. واكثر من هذا النجم الصاعد لروما توتي تنبأ حتى بالنتيجه لكنه كان متخوف من التحكيم. 1-1 ما fatto una bella partita anche perché con l'arbitraggio stavo un po' così un po' casalingo però andava bene così. واذا تخوف توتي من التحكيم اش قال الحكم منويره بنفسه؟ والله بالنسبه لنا سيت ان ايفينمون ان شاء الله معناها فرحه الواحد باش يعيش مستوى اعلى من المستوى اللي موجود في بلاده ويحتك بهم ويحاول باش يعمل كيفهم وفرحه بالنسبه للملاعبيه وكيما بالنسبه للجمهور كيما الحكام زاد روحنا كيف الناس الكل. هذا موقع قبل اللقاء لكن اش صار في اللقاء؟ في اللقاء رينا الترجي في ثوب مشرف وهذا مش غريب على الترجي اللي عودنا بالتألق والبروز في مثل هالمقابلات الدولية الودية. الترجي ديما في المقابلات هذوما الكبار ضد الفرق الكبيرة ديما توري وجه مشرف. وفي وقت من الأوقات ظنينا أن الترجي هو روما. الترجي اللي أظهر انضباط كبير في اللعب وعزيمة قوية في افتكاك الكرة فرض سيطرته على روما لكنه ما توصلش طيلة الشوط الأول لتجسيم هذه السيطرة. لقينا معناتها في فريق روما معناتها مؤخر شويه التالي مش معناتها يعني مش في يوم وقعد معناتها يحصل فينا استغل معناتها في فضوه باش يلعب لنا على كونتر على حاجه باش يمركينا ومعناتها عندهم ديز رابيد في التلوع نتاعهم ولذا لازمنا نردوا بالنا ما نتكيوش وننساو التالي ردوا بالنا. في الشوط الثاني ومنذ البدايه الترجي سجل عن طريق اللاعب البرازيلي خوزي. سي فوزي لاعب مقنع ثم هدف في بداية الشوط الثاني. أنا نضحك على فضع مع مروان البدري. أنا كيما حكيت مع الأولاد في الصباح قلت لهم ما تخوفناش لا روما ولا غيره. أنا نأمن باللاعب التونسي نأمن بقدراته وقادر معناتها باش يلعب مع عارف الفرق وهذا ترجي في عدد من الأسباب برهن عليه. وهذا هدف لكن المقابلة مازالت متوسطة وفريق روما توا نعرف أنه باش يضغط على باش يضغط ونجم نقولوا في الدولة ماهوش فريق سهل فريق صعب والحذر واجب. ولهنا شعروا الطليان وان الامور ولات مخترة اكثر من اللازم وردوا الفعل بقوة واختطفوا التعادل بواسطة كابيولي. بعد ترجيح الكفة بلغت المقابلة ذروتها وتحمس اللاعب وولى ضربة عندي وضربة عندك مع سيطرة طفيفة للأحمر والأصفر التونسي اللي كان بإمكانه تسييمها لو كان ما حرموش الحكم من ضربة الجزاء هذية. علي بلاش هل كان الترجي يستحق أكثر من التعادل؟ كان يستحق أكثر من التعادل معناتها بالأخص في الشوط الأول معناتها خلقنا برشا ضغط وما سجلناش على الغالب وما نستحقوا نتيجة خير من هكا. الفريق كل قدم مقابلة كبيرة وظهر الفريق نتاعنا قاعد يتحسن من جوله لاخرى وغادي ان شاء الله باتيزون عادي وزاد في مستوى كبير هذا معناتها للتحضير لبقيه البطوله وفي الكاس تونس. يدور لي ظهرنا اليوم اللي عندنا فريق لابس عليه ومن بعد البليسير اللي صارت اول عام الاولاد الكل رجعوا بقدره ربي باش نكملوا فان سيزون باهي وباش نتلاقوا بالكوب توا مع البورتوريكي.